تعرفنا على حضرتك وتحكي لنا عن المشكله اللي صارت معك. محمد ابراهيم محمد، طلعت بست الشهر بستة خمسة بنتي من المنزل على المدرسة، وبقى في سوء تفاهم بيني وبينها يعني، وراحت على المدرسة وطلعت من حرمة المدرسة ولغاية اللحظة ما بينتش، بلغت الأجهزة الأمنية ولغاية الآن ما فيش إلها 13 يوم باليوم هذا. والمحافظ بغداد قاعد بتهدد على التلفون على عشيرة كاملة، ولا واحد بوجود. زلمة هذا زلمة كبير بيشحط وفي شحط قاعدين. مساعد مدير إقليم الشمال ما ساعدش معنا نهائيا، حاول احتقال مجموعة مننا بدخالهم وجاب قوات الشغب حطهم هناك، واحنا ما تجاوبش معنا، واحنا جينا لهون مقابل انه عدم تجاوب معنا صعدنا الموضوع.